خلينا زي ما قلنا قبل شوية علي، يمكن دحين جاء الصيف ومن جد من جد أنا واحدة من الناس الأول ما يجي الصيف على طول أحس بشرتي تختلف، أحس إنه لا لازم أهتم فيها زيادة لأنه الحر والرطوبة من جد تتأثر وتعرضها للشمس. فطبعا في منظفات وفي ماسكات ومناسبة لعمر كل واحد ومناسبة لبشرة كل واحد. فهذا النوع إحنا اللي محتاجين اليوم نتعرف عليه من أنواع الماسكات وتكشير وأشياء كثيرة. يعني سؤال بالمنعن اليوم معانا ضيفة أنا بالنسبة لي من جد من أهم الخبيرات اللي في البشرة واللي أنا من جد دائما أستفيد منها منى العباسي. حتعطينا كده أبسط الطرق عشان نحصل على تسمح لي أروح تفضلي أتعرف على بعض المسار كله من البيت. تفضلي. كله من بيتي يعني مش صارفين شيء. أيوة سعد لي صباحك. الله يسعدك، يعني جدا سعيده بوجودك معنا وعيدك مبارك. الله يبارك فيك وعلى في المغرب جميل. الله يسعدك يا رب. من جد لما بيدخل الصيف على طول انا فعلا احس يعني خلاص بوادرها، اول شيء اقول يا ربي بشرتي دحين حبدا اتوهق فيها. لكن فعلا في ماسكات وفي اشياء من البيت ممكن نعملها صح، وخلطات بسيطه ما حتكلفنا شيء بس فعلا حتساعد على انه بشرتنا تتحسن صح. خلينا نبتدي اليوم بالاشياء اللي انت جايبتها. انا اليوم جبت ماسك وسيروم. الله. وماسك وسيروم اللي هم غنيين بالفيتامين اي اللي هو الهاء، الفيتامين كي، الفيتامين اي، والفيتامين سي. ايوه. فكل فيتامين ليه فوائده، اوكي؟ فلما يقترب الصيف يعني بيصير عندنا جفاف للبشره، وفي نفس الوقت بيصير عندنا تصبغات اكثر لان مع الشمس مع يعني تان وتشميس وبروده وحراره، فعلا كل اشياء بتلخبط بشرتنا صح، يصير معاه كونفيوز. ايش الماسك اللي حتعملي لنا هو دحينه؟ فالماسك حنستخدم فيه اول شيء حنستخدم اللي هو بودرة الأملة. أيوة. وإحنا بنعرف أملة كتير ناس يعني في الهند يستخدمونها للشعر بعد. أيوة. البودرة أملة أوه. جد غنية بالفيتامين سي، اللي هي الفيتامين سي هو اللي بيشيل عنا أول مرة أعرف إنه بودرة أملة في بودرة أصلاً بودرة أملة. إيه وغنية بالفيتامين سي، فهذه نأخذ منها ملعقة كبيرة. هذه لقيها في أي محل عطارة؟ عطارة. أوكي. ونأخذ الماتشا، الماتشا اللي هي هو بس معلش قبل بودرة الأملة من ايش مستخلص من نبات الأملة؟ من نبات ايه موقف، في نبات اسمه أملة ايه، فهي بتخرج من هذه النبات. اول مره اعرف عنها صراحه. في بودرة وهي غنية بالفيتامين سي. واو. وبناخذ الماتشا، الماتشا هو بس عبارة عن شاي أخضر، أوراق الشاي الأخضر بس مطحون فيري يعني بيكون باودر ناعم جدا. أيوة. فالماتشا غني اوف كورس بالفيتامين اي اللي هو مضاد للأكسدة، والمضادات للأكسدة هي اللي تحارب الأكسدة اللي بتصير عندنا في البشرة. وبيصير عندنا تصبغات، بيصير انه البشرة بتصير شاحبة. ونستخدم كركم. والكركم معروف يعني كيف صحيح. مهم جدا للبشرة، فيه الكركمين وفيه الفيتامين سي كمان. بناخد نص ملعقة كبيرة، فملعقة كبيرة ملعقة كبيرة ونص ملعقة صغيرة. حطينا الأملة والكركم والماتشا أو الشاي الأخضر الماتشا. يعني أوراق الشاي الأخضر اللي بتكون أوكي. مطحونة. الحين الماتشا هو تراندي يعني حتى أوكي. الناس بتشربه أكثر، شاي أخضر، شاي أخضر بس أوراقه إيه، لأنه بيستخدمون بس الأوراق الشاي الأخضر ويكون هو more concentrated يعني بيكون معزز أكثر بالأنتي أوكسيدنت. وبناخذ كمان صدف البحر، بودرة صدف البحر. احنا بنعرف كل صدفيات البحر بيكون فيها مينرالز يعني معادن كثيرة وفيتامينات كثيرة وفيتامين سي اللي هي بعد بتفتح وتوحد لون البشرة. فهذه بناخذ منها. هذا ماسك تفتيح على تصفية على على, على ترطيب بتاع كله يعني هنا حطينا في فيتامين سي. أيوة. في فيتامين في فيتامين اي انتي اوكسيدنت صحيح. ونزيد عليه الفيتامين سي اللي هو بس برتقال معصور. الله. ناخذ ملعقه كبيره. أيوة. اوكي يعني بنعرف انه الفيتامين صدف سي. البحر معلش من فين نجيبه؟ عطارات بعد. كمان عطارة. عطارات كله بعد. من البيت. ايه. ونخلطه بالفيتامين
اي اللي هو بيجينا من الزبادي، يعني الزبادي يعطينا ترطيب يعطينا بروتينات. هنا نبلش نخلط هذا لبن زبادي عادي، لبن زبادي حتى تصير عندنا عجينة متماسكة وريحتها بتكون يعني جد ممتازة. هاتي اخلط لك هي قبل ما انت تشرحي لنا ايش هادي. لازم نزيد عليه البرتقال ولا لبن؟ لبن. أوكي. بنزيد لبن حتى يصير عندنا خليط متجانس ونحطه على البشرة مرة لمرتين في الأسبوع وشوفوا كيف البشرة حتصير. الله. يعني بيرطب، يعني هنا جمعنا فيهم فيتامين. قديش أحطه في وشي المفروض؟ لمدة 15-20 دقيقة. يعني بنزيد نخلطه حتى يصير عندنا عجين يعني بيبان زي الأفوكادو. يعني قال أتخيل واحدة كده الزوجة تكون قاعدة تسوي وكده يدخل زوجها يفكرها ويغمس فيها يروح فيها. فإحنا الحريم يعني لازم نتعب بالضبط. يعني هم الرجال ما بيشوفوا شو بيصير خلف الكواليس، خلف الكواليس عشان نحافظ على بشرتنا. صحيح. فهنا بتصير عندنا بيست اللي هي نحطها على البشرة لمدة ممكن أشم ريحته؟ لا طاغية في ريحة اللبن زبادي. ريحة لبن زبادي لأنه الأملة ما فيها ريحة قوية. على لبن زبادي الماتشا بعد نفس الشيء. حلو. هذه كبسولات فيتامين إي، والكبسولات في ناس كتير للحين قاعدين يعني يأخذون الكبسولات ويحطونها دايركتلي على كنت أسألك اللي بيفتحوها وبيحطوها على وشهم هذه بياخدوا فعلا مفعول ولا؟ بياخدوا مفعول بس لازم يعني كل شيء له فوائد له ضرر. يعني أوكي. لازم نعرف كم الكمية اللي لازم نحط على البشرة. يعني مثلا فيتامين إي، وكمان نوع الفيتامين إي في كبسولات في الانجريدينت هذه إي مش سي. إي اه إيه. اوكي. الفيتامين اي في ناس تحطها لانه بالتجاعيد تحت العينين، فلازم نكون حاضرين على الكميه. يعني يوجولي في اي يعني المستحضرات التجميل الفيتامين اي بيكون 1 أو 2% للمستحضر يعني كامل. يعني استخدم كبسوله واحده في اليوم ونخلطها مع زيت. مش لوحدها دايركت. ايش الزيت اللي المفروض؟ زيت لا، ممكن نستخدم زيت الزيتون، ممكن نستخدم زيت الجوجوبا والأرقان. أنتوا حبايب. فأنا جاية بزيت بالنسبة للسيروم. إحنا بنتكلم على السيروم، في زيت اللي هو جامع الفيتامين كي والفيتامين إي. والفيتامين كي اللي هي ضرورية للهالات السوداء. إذا في خلطة تاني خلينا نعملها دحين عشان ما يروح علينا الوقت. هو زيت التين الشوكي. زيت التين الشوكي. التين كفاكهة غنية بالفيتامين كي. أيوه. وما في زيوت كتيرة اللي بتلاقي فيها الفيتامين كي في الزيت. هذه هي زيت زيت التين الشوكي. زيت التين الشوكي. بنخلطه مع زيت تمر الورد. وزيت تمر الورد غني بالفيتامين سي. ايوه اوكي. فهذا ايش؟ فيتامين سي. فيتامين سي تمر روز هيب اويل اللي هو تمر الورد. واو. هادو موجودين يعني نخلطه، ناخذ ملعقتين تبع زيت التين الشوكي مع الروز هيب اويل اللي هو تمر الورد ونزيد عليه زيت الجوجوبا. وفين نجيب زيت التين الشوكي؟ موجود برضه موجود بعد يعني اي. وهنا هذا زيت الجوجوبا. والبشرات الحساسة يجربها عادي على طول دايركت ولا يجربها في اخواته بعدين يبدا هو؟ لا 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 لا، لانه هذه الزيوت كلها لطيفة جدا على البشرة على طول الحساسة والله. وهذا نعمله كل يوم بالليل، ممكن نستخدمه حوالين العين لانه الفيتامين كي بيقلل من الهالات السوداء. وزيت التين الشوكي غني بالفيتامين كي، زيت التمر الورد غني بالفيتامين اي وسي. فهنا خلطنا كل هذه الاربع الفيتامينات في سيروم واحد وزيت نحطه بالليل نبات به. انا تعرف السيروم من جد من جد من اكثر الاشياء اللي تفيد البشره. صح. لانه بتخلي البشره اصلا ما تستحمل انه يقعد فيها شيء. صح. بتطرد كل حاجه اول باول، ومجرد انه نظف باي سكراب او اي شيء. فانا معك يعني بالعكس. والزيوت بتدخل جوا البشره
بطريقة أكثر من كريمات، لأنه الجزيئات تبعها نفس جزيئات الزيت اللي عندنا في صحيح. في البشرة. بس كيف عجبتك؟ أعرف شو. لا 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 ما شاء الله عليك، وهذا الجمال من وين؟ الله يسعدك يا رب يخليكي. إحنا اللي جدا سعيدين بيك، وإن شاء الله يا رب يكونوا استفادوا. أنا دائما أقول ما شاء الله عليك، أنت رائعة بأفكارك وأشياءك، وفعلا كله من الموجود. الحمد لله. شكرا لك لوجودك معنا اليوم. شكرا لاستضافتي مرة ثانية. الله يسعدك. شكرا.